مشاهدينا مع أسبوع الميلاد أكيد بتمنى يحمل معه كل أمل وخير وسلام، وبالتالي مثل العادة دايما منبلش حلقتنا بالمعلومة. معلومتنا اليوم عن الطقس، منخفضان جويان متتاليان بدءا من ليلة عيد الميلاد وحتى رأس السنة، كما أفادتنا مصلحة أبحاث العلمية الزراعية بتل عمارة ريا أنه لبنان رح يتأثر من بعد ظهر غد الثلاثاء بمنخفض جوي أول أطلق عليه اسم أنجيلا حسب لائحة أسماء المنخفضات، بيستمر حتى صباح الجمعة 27 الحالي، بترافقه أمطار غزيرة سيول ثلوج ابتداء من 1400 متر على أن تصل إلى 1000 متر بقاعا مع رياح قوية. أعلنت المصلحة كمان أنه هالمنخفض الجوي الثاني اللي أطلقت عليه اسم أرسولا أو بيلا عفوا بيلا حسب اللائحة كمان هو أكثر برودة، بيبدأ تأثيره نهار السبت 29 ولغاية الأربعاء الأول من كانون الثاني المقبل مع ثلوج على ارتفاع 900 متر. المصلحة بتطلب الانتباه من غزارة الأمطار، من تشكل السيول ومن الرياح القوية، خصوصا الأشياء اللي ممكن تتطاير هي أصحاب البيوت البلاستيكية، انتبهوا صيادي الأسماك من البحر الهائج، والانتباه أيضا من سلوك الطرقات الجبلية خصوصا وأنه الثلوج ستتساقط على ارتفاع 1400 متر ليلة عيد الميلاد وربما أقل من ذلك بعد العيد. وأكيد نشدت المصلحة الأجهزة المعنية التحضر للسيول وجرف الثلوج والمزارعين ضرورة إنهاء أعمال الزراعة كافة خصوصا زرع القمح والشعير قبل بكرة الثلاثاء. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444 إذا ما في في اتصال. ألو 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 إيه تفضل. ألو أهلا تفضل تفضل مسيو. ايه الو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم بونجور كيفك؟ الحمد لله. ليكي ستنا عندي شغله بدي اياها منك لانه فيها خراب بيوت هيدي. اف قلي. انا عم بحكيكي من ضائع اسمه رام منطقه الدترون. نعم. في الانتسيم راكبين اونتين فوق. نعم. وحط له حماية، الحماية مش قوية عم تسحب الزواعق. اف ايه. والزواعق عم بتفرفط حوالى البيوت، عم بتحرق اللمبات والتلفزيونات وصالون الكنيسة كل مرة احترقوا فيه اللمبات. حكيتوا مع الشركة؟ بلغتون؟ لا ما حكينا، نحن ما قلنا غيرك، ما بنعرفش حدا بالشركة. تطلب على الخط الخط 111. أنا رح أحكيهم وترك لنا رقمك إذا بدهم شي معلومات أو هيك نعطيهم إياه أوكي للاستفسار. يعني أنا نداء بوجهه للإم تي سي بمنطقة رامي البترون، الأنتين اللي موجود حد الكنيسة عم بيحترق مرات وعم يعمل زواعق مما أثر على الكنيسة من جهة، وهلأ في خوف عند الأهالي إذا بكرة بلش الشتاء. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو الو الو تفضلي. بحكي؟ ايه نعم تفضلي. الو بونجور. بونجور. معك مواطنه من الدوره. اهلا وسهلا. انا ساكنه بنص شارع مرمرون. اوكي. بين ترومبه النجار وجالوري خباز. اوكي. انا تلفنت قبل انه نحن ما عم نقدر نصف سيارات نحن ساكنين بالحي ما عم نقدر نصف سياراتنا. كل شخص عنده صلة بالبلدية أو ببوليس البلدية سيارة منزوعة بصفها بالشارع بتقعد شهور وسنين. هلأ في سيارات مش ماشي واقفة بالشارع؟ ايه 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 منزوعة وصافينا. اوكي. طيب نحن مواطنين يعني عم نصف سياراتنا على الأوتوستراد ما بصير. لا رح بلغ. خلص إذا رح بلغهم، لأن كمان حدا حكاني من الشارع يلي مقابل مستشفى ماري يوسف، يعني معمول بالاتجاهين كمان، يعني أنت أكيد رح بلغ البلدية يعملوا اتجاه واحد لأنه الناس كمان كل يوم في مشكل، يعني هو شغلتين رح نطلبهم من بلدية الجديد البوشري السد. أهلا وسهلا فيك مدام. كمان اتصال. ألو ألو تفضل مدام ربيكا. نعم
رفعت هلال عم يحكيك. أهلين أستاذ. صاحب موتيل الكهرباء يلي حكيتك مرة الماضي كرمالة. إيه نعم حضرتك. أنا فيه ضابط 6 مليون ليرة. نعم. وأنا مركب عدادات لكل الناس، كل واحد عم يطلب مني عداد عم ركبه. أوكي. بس في ناس مش دافعين 3 أشهر 4 أشهر وكيف بتركب لهم عداد؟ راحوا اشتكوا علي إني أنا مش عم ركب لهم عداد. وما كانوا يقولوا لي مين؟ لكن يقولوا لي مين المشترك؟ يعني أنت رجعت حماية المستهلك وهيك جوابوك؟ عبنزل مش عبنزل حيث عبرد علي يعني رحت لعند القاضي. نعم. القاضي شافني مظلوم نزل للمليون ليرة. نعم. نزل الضابط للمليون ليرة. نعم. أنا مليون ليرة كمان مش معي حتى أدفع من إحنا مكسورين 40 مليون. أنا مكسور 40 مليون ورا العدادات ورا الزباين وعندي بالسوق شي 12 مليون مش قادر لمهم. يعني نحن مظلومين، انا زلمه مظلوم، انا حابب اروح اقعد بالحبس لان كاتبين لي على الضابط فيك تقعد بالحبس 10 كل يوم 10000 ليره. بدي اروح اقعد بالحبس 3 اشهر و10 ايام وطفي موتيري واقعد بالحبس. ليك خليني اشوف بهالحالات هيدي، يعني لما الناس هلا بعرف مشتركي كهرباء لبنان مثلا لما ما بيدفعوا بيقطعوا لهم الكهرباء وبنعامل عليهم غرامة. طيب يلي ما بيدفع لعدة أشهر المولد الكهرباء شو كيف ممكن تحصلوا أنتو مصرياتكم؟ خليني أسألك عن هذا الموضوع كمان. أهلا وسهلا فيك. متابعات بمتابعتنا كتار اتصلوا فينا بموضوع انقطاع المي عن بلدات وقرى منطقة اتحاد بلديات منطقة البترون بسبب تسرب مادة زبار الزيتون من المعاصر لوادي نهر الجوز ومجرى النهر وروافد نبع دلي والغواويت اللي بغذي المنطقة بمياه الشرب وبمياه الري. اللي عرفناه انه صار فيه الاسبوع الماضي اجتماع عند قائم مقام البترون روجيه طوبيا بحضور رئيس اتحاد بلديات منطقه البترون مارسيلينو الحرك ورؤساء البلديات المعنيه بالقضيه اضافه لطبيب قضاء البترون دكتور وهيب، وتم البحث بضروره اتخاذ اجراءات. كمان كان موجود رئيس دائرة المي بالبترون واتخذ تدابير سريعة لرفع الضرر البيئي والصحي الناتج عن هالتسرب ببلدتي دوما وكفور العربي والتخلص منها برمية بشكل عشوائي في وادي نهر الجوز ودخولها إلى منشآت مصلحة المياه اللي بتأمن مياه الري والشرب لمنطقة البترون. فاتفق المجتمعون على اتخاذ قرارات حاسمة تفادياً لأي ضرر صحي وبيئي أو أي نتائج وانعكاسات سلبية على حياة المواطنين. بنتيجة الاجتماع اتخذ قائم المقام بالبترون قرار قضى بإقفال معاصر الزيتون بكفور العربي ودوما بصورة مؤقتة لحين تركيب محطة تكرير مختصة بمعالجة مادة الزبار بالمعاصر، وتب إبلاغ هذا القرار لسرية درك أميون لتكليف من يلزم لتنفيذ القرار وإجراء المقتضى في أسرع وقت. طبعا يعني هون رئيس دائرة المي رح يقوم كمان فور تنفيذ القرار بإعادة ضخ المي على المنطقة، يعني ما دام إذا ما تنفذ هذا القرار المي رح تبقى مقطوعة على المنطقة لما توصل لعندهم فيها زبار، إذا مش الحال بكون مش الحال. فاصل لأنه من بعده كمان بدي أحكي عن المي. منتابع الحلقة عنا بيخد اتصال جديد. ألو ألو تفضل. بونجور مدام كيفك؟ الحمد لله أهلا. ماشي الحال. كنت عم بسمع من شوي كانوا عم بيحكوا عن عمود MTC بالبترون. مزبوط. نحن كمان في بعبرين بمنطقة رام. انتو وين بعبرين؟ بعبرين. انتو بس شو المشكلة؟ نعم دغري بس تجي الزاعة ما فيه، ما عندهم طارق النار كأنه بتكب الزواعي حواليها بيروحوا تلفزيوناتنا وريسيفراتنا يعني صرنا مجددين ونمزطين وشي 5 مرات كل عاصفة بنركض لنشيل الفيش يعني. وحكيون أبارنتلي للشركة قال هي لا زبطة البلدية بعتت لهم كتاب ما عملوا شيء يعني، حتى التابلو عندهم بالهيدي الأوضة اللي عندهم إياها احترق يعني تخيلي. يعني غراضهم عم تحترق وما عم بيزبطوا يعني العمل. نحن لازم عم نستبق الموضوع اليوم قبل بكرة لو بكرة جاية عاصفة وباقي لراس السنة يعني، من هيك بتمنى يتلقفوا خوف الناس من هذا الموضوع. وين بعبرين؟ كل البيوت عم يتشكوا من ذات الشيء يعني. نعم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مرحب. كمان اتصال.
انقطع، في اتصال اخر. رح كمل بموضوع المي. اول شيء مواسمية بيروت جبل لبنان ببين قالت انه بسبب عطل على القناة تسبب بعقار، بعد المي مش مأمنة بالمنطقة الممتدة من نهر إبراهيم لعمشيت، ورح تعاود أعمال التكرير والتوزيع فور انخفاض نسبة العقار. اللي فهمته اليوم أنا وعم تابع أكيد بعض القضايا أنه بدءا من اليوم بعد الظهر بلشوا يضخوا بنهر إبراهيم، يعني ما راح يضخوا مي غير ما ينتهي العقار. الظاهر انه بلش ينتهي، يعني نسبة بلش تلمس من بعد الظهر بمنطقة نهر إبراهيم عم ترجع المي. هلأ بمناطق تانية خصوصا سايلة وبلونة عم بتكون المي كتير خفيفة لأنه من المصدر ست شبروح المي خفيفة، يعني ما راح تقوى غير ما يصير في عنا شتي ومتوقعين، وساعتها بترجع بشكل أكتر أفضل. كمان بمنطقة راس الدكوين كان عندهم مشكلة بالمي نهاية الأسبوع الماضي، مثل ما عرفت أنه مش الحال. بالنسبة للمي برومية كمان يعني رجعت تجي المي، ولكن كل 48 ساعة 3 ساعات يمكن، يعني المي حاليا لما عم تجي عند المشتركين عم تجي بساعات قليلة لأنه بعده بعد ما في نسبة مي قوية حتى يضخوها بشكل كامل. ناطرين هلأ أول شتوة تترجع تنتظم الأمور، إلا اللهم إذا كان في عقار أكيد ما بيمرقوا المي. حبيت أني أوضح هذا الموضوع للكل، خصوصا نحن عشية عيد الميلاد والناس أكيد المي هي حياة، بدها تعرف شو بدها تعمل. بأخذ اتصال. ألو. ألو، يسعد لي صباحك. أهلا فيك. بليز بس بدي أسأل بخصوص أو بدي أقول لك ملاحظة بليز بخصوص العاصفة. هلأ الشباب عم بيركبوا شيء، عم بيتنافسوا مين يركب ضوء أكثر أقوى على السيارات وعلى الموتوسيكلات، وهلأ بما أنه في عاصفة جاية يعني عجل سير حتكون كتير قوية، الجماعة عم بتحط يا أخي أختي صف تاني على الطرقات باركينج لو ثواني بيجأ السير وبيترك لك مجال سنتي بسنتي لتمر. وإذا ما بتقليله إذا بتقليله بليز بايع سيارتك بقول لك أنت ما بتعرف تسوق أو ما بتعرف تسوق بيمتمرق كونتينر أو شيء، يعني عرفتي يعني بحسسك أنه أنت فاشلة بالسواقة، بس هو القبضاي بالسواقة بصف صف تاني ما عنده مشكل. وما عم نقدر نقشع بالليل على الضوء القوي بتنافسوا مين بيحط ضوء اكثر. لقلك يعني انا بعرف انه بقانون السير بعرف انه الضوء العالي خصوصا على الاوتوسترادات ممنوع، وحتى بالطرق الفرعيه كذا، حتى بالطرقات الفرعيه يعني الضوء العالي ممنوع. الموتوسيكلات كبرت، نعم. حجمها كبر، حتى ارتفاعها صار على مستوى العيون. الفور باي فور نفس الشيء، يعني بتلاقيه بيعمل شخص، حتى الاولاد حتى عم بيطلعوا على الموتوسيكلات، والله شيء خطوره، والله شيء يعني عيال عيال، يعني انا كنا نبتلي بواحد صرنا نبتلي بعائله. صحيح ليك لك انا بدق ونفس المشكله نفس المشكله لانه المشكله عمرهم شهور عم بيحملون على الموتوسيكلات. طب حرام حرام أكيد. والله حرام. انا اللي يعني كنا نمشي نبتلي بواحد 50 60 لا لا ما معك حق. انا من واحد فوتيت عجيب، بس هلا عائله انا بدي احكم عائله. حتى في عندك مشكله جديده صايره جديده بالبلد انه واحد عمره 50 سنه 60 سنه بيطلع على الموتور بيعمل سكوتر انه لانه ما بيقدر يمشي. طب انا اذا هذا خبطته او هو ابتلى فيه طب انا شو بعمل؟ والله يعني انا انجا احكم بحالي اذا والله صار معي وجع راس، طب انا كيف ببتلي فيه عمره 70 سنه؟ يعني انا بصير بدي احكمه فوقاني تحتاني بس والله لانه ما بيقدر يمشي، طب انا مش مشكلتي هيدي. طيب لقلك شغلي، أنا بعرف بالقانون أنه الضوء العالي ممنوع، وشي تاني يعني سكوتر ولا موتو ولا شو ما كان بده يكون فيه الكاسك على أكيد، وضوء يعني الموتو أو أي هي آلية مثل السيارة، يعني مش الموتو أو الموبيلات هودي، لا لا يسري عليهم القانون مثل ما يسري على الشاحنات وعلى السيارات وعلى كل المركبات حتى تكون واضحة. بس هلأ بدي أنا أتأكد أكتر بموضوع قانون السير كيف بتتعالج هيدي القضية. وأنا هلأ كمان بدي ألفت، نحن واصلين على من بكرة بتبلش عاصفة رح تمتد لأول السنة الجديدة، إذا بيصير في أخذ إجراءات بهذا الموضوع حتى مثل ما عم بتقول تلافيا لحوادث الكل بغنى عنها، يعني ما حدا حابب يعمل حادث مع حدا أكيد. مرسي، أنا بشكرك إنك عم تلفت لهذا الموضوع. كمان اتصال. تفضل مسيو. مسيو تفضل. الو معك عم بحكي تفضل. مسيو معك. ألو. ايه تفضل. تفضل. معك علي غريب من الضنية. ايه اهلا، كيف الضنية اليوم؟
الدنيا منيحة، بس أنا طريق نحنا سابة بيعطي آخر ضايعة. شو اسم الضايعة؟ اسم الدبعة الشرقية. أوكي. شو قصتها هالضايعة؟ أنا الطريق معدومة نهائيا من أيام بالمرة، هلا بهالشاطئ في عنا حاط نازل واقع. ايه. الطريق تجي عاد السيارة. كثير منيح. فيك تصور لي اياه للحيط تبعث لي اياه؟ انا فيني صور لك الطريق كله صور. صور لي اياها. بتصورها وتبعث لي اياها لبكره؟ في واتساب هذا رح تعطيك هلا دوريس رح تحكيك وبتقول لك باي طريقه، وعلى كل حال رح نحط على الشاشه للي عنده يعرف كيف بيتواصل معنا على الفيسبوك والايميل، رح نحطها كمان على الشاشه. خلص تعطيني رقم المعروف. اهلا وسهلا فيك. في اتصال كمان؟ الو؟ الو بونجور حبيبتي. ايه اهلين. انا من هون بيتي بحي السريان. نعم. خلف سان جوزيف. بدي احكي على مدام ريبيكا. ريبيكا معك. اللي بالبلديه بلديه ما بيجوا يصلحوا لي المجرور. بلديه بيروت؟ بلديه بيروت. يعني عند المحافظ واجوا مرتين وبدهم 2000 دولار. انا من وين جيب لهم هالاحوال؟ ليه بدهم؟ هن الشغل عليهم. ليه بدهم 2000 دولار؟ مين قال لك بدهم 2000 دولار؟ هن اجوا الشغيله بدهم 2000 طيب. دولار معهم مراقب. طيب خليني اتاكد وين اذا تراجع فيها. انت بحي السريين بالاشرفيه؟ خلف سان جوزيف. أوكي. حد دفن الموتى جورج جردي. اوكي طيب بدي اشوف ليش 2000 دولار. كمان اتصال. يعني ما بعرف اذا لازم بدها ناس تساهم مع البلديه حتى يعملوا المجرور، الا اذا كان هذا المجرور بالبنايه. يعني اذا البنايه يعني مجرور خاص يمكن يغرموا البنايه، او مش غرام مش غرامه بقدر ما هي انه البنايه لازم تعملها. من هيك انا بدي اتاكد من هذا الموضوع من بلديه بيروت الاشغال وبجاوبكم على الاكيد. صوره اليوم نشوفها سوا. هالصورة أكيد كل الناس شفتها مبارح وكل الناس عم تحكي فيها اليوم قديش هالصورة إيجابية، خصوصاً نحن بمرحلة أعياد وعيد الميلاد. شو حلو أنه نرجع للناس بسمة أمل، خصوصاً لمساجين قابعين في السجون، منهم ما قادرين يدفعوا، منهم عندهم حالات استثنائية، حالات صحية، منهم بلا محاكمة، منهم موجودين ظلم. يعني قديه بدنا نشكر نقيب المحامين ملحم خلف وكل المحامين 700 محامي يلي تطوعوا بالأمس وبرموا على 25 سجن واطلعوا على أوضاعهم وتكفل البعض منهم أنه يوفر عليهم المال حتى يطلعوا يرجعوا للحرية. هيدي عدوى إيجابية وسباقة يشكروا عليها، وإن شاء الله إلى المزيد. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.